بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، هذا لقاء متجدد مع برنامجنا لطائف المعارف، وعنوان لقاء هذا اليوم أصول الخطايا. ونحن نعلم يقينا أن الإنسان ما حمل على كاهله شيئا أعظم من ذنبه، لأن الذنوب أسباب الهلاك. قال الله جل وعلا: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. وقال قتادة رحمه الله: وبلغنا أنه ما من خدشة عود ولا تعثر قدم ولا خلجان عرق إلا بذنب، وما يعفو الله أكثر. لذلك فإن البحث في أصول الخطايا من أعظم ما يعين العبد على تجنبها. والعلماء استقصوا الأدلة والآثار الثابتة في الكتاب والثابتة في السنة، فوجدوا أن هناك أصولا للخطايا يمكن جمعها في ثلاث: الكبر والحرص والحسد. وقالوا في بيان هذا إجمالا: إن الكبر به عصى إبليس ربه، فكان أول ذنب عصي الله جل وعلا به يوم أن امتنع إبليس عن السجود لآدم، كان بسبب الكبر. قال الله جل وعلا يحكي هذا الأمر: قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإبليس هنا يخبر بكبره وعلوه، وأنه يترفع بعنصره على السجود لآدم. كما أن الحرص بعد ذلك كان سببا في إخراج أبينا آدم من الجنة، فإن إبليس جاء لآدم من هذا الأمر أو من هذه الزاوية، قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلأ؟ مع أن الله جل وعلا أباح لآدم الجنة كلها، لكن الله جل وعلا استثنى تلك الشجرة أن يأكل منها آدم. فجاء إبليس يقسم بأبينا وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. قال الله: فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. فالحرص وحرص آدم عليه السلام على أن يجمع كل ما في الجنة كان سببا بقدر الله ولحكمته جل وعلا في إخراج أبينا عليه السلام من الجنة، ثم تاب الله عليه وهدى، كما بين الله ذلك صريحا في كتابه. الثالث أيها المباركون: الحسد. والعلماء استنبطوا أن الحسد من أصول الخطايا، لأنه يدفع بعد ذلك إلى الآثام القولية والفعلية، وجعلوا قتل قابيل لأخيه هابيل دليلا على ذلك. فإن الله جل وعلا أخبر، قال: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال: إنما يتقبل الله من المتقين. قال أهل العلم: إن الذي أنبت الغل وأنبت الشحناء في قلب قابيل هو حسده لأخيه، لما تقبل الله جل وعلا منه قربانه ولم يتقبل منه ما تقدم به من قربان، وما رد الله قربان قابيل إلا لسوء سريرة في نفسه، فقد اختار أردى ما يملك في خلاف هابيل الذي اختار أحسن ما يملك، فجاءت النار فأكلت قربان هابيل ولم تأكل قربان قابيل. هذا الحديث أيها المبارك إجمالا. أما إذا أردنا أن نفصل فنقول: إن الكبر هو أول أصول الخطايا. وأهل العلم رحمهم الله يقسمون الكبر إلى ثلاثة أقسام: أصله منبته في القلب، شعور الإنسان بالزهو بالترفع، لكنه على ثلاثة أقسام. القسم الأول منها: الكبر على الله عياذا بالله، ولا ريب أن هذا الكفر المحض، بل هو أرفع درجات الكفر وليس في درجات الكفر رفيع، لكن من باب التصنيف. هذا الكبر ضرب الله له مثلا على لسان النمرود يوم أن قال: أنا أحيي وأميت، وعلى لسان فرعون يوم أن قال: أنا ربكم الأعلى. فهذان مثالان ذكرهما الله جل وعلا في كتابه الكريم لشخصيتين تاريخيتين كفرتا بالله، وكان كفرهما مرده إلى الكبر، كما قال فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. وهذا كما قلنا أعظم أنواع الكبر، وهو عين الكفر المحض وأعظم ما عصي الله جل وعلا به. النوع الثاني: كفر أو كبر على الرسل، كبر على الرسل. وهذا كان شائعا ذائعا
في سائر الأمم، وقد تناقلته الأمم ولو من غير أن يشعروا، ويقولوا فيه علماء النفس إن من قضية التفكير الجمعي، وهذا قد يكون مقبولا، لكن حتى لو لم يكن هناك اتصال حضاري بين تلك الأمم، فإن القرآن دل على أن تلك ذلك القول كان ديدا كثير من الأمم في ردها لرسولها. قال الله جل وعلا مثلا عن قوم فرعون أنهم قالوا في حق موسى وهارون أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، ورغم أنه لا يوجد دليل على اتصال حضاري ما بين الحضارة الفرعونية القبطية القديمة وما بين الحضارة في جزيرة العرب، إلا أن القرشيين في فد نبينا صلى الله عليه وسلم قالوا نفس المقولة. قال الله جل وعلا عنهم في الزخرف أنهم قالوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فهم ازدروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروا أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل لأن يستحق النبوة والرسالة، فأخذوا يقولون ما تمليه عليه أفكارهم وآراءهم المنبثقة من كبر في صدورهم. وأبو جهل صور هذا أعظم تصوير يوم أن قال كنا بدني هاشم كفرسي رهان، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا حتى إذا جثونا على الركب قالوا منا نبي، فإن أطعناهم كيف لنا بعد ذلك أن نلحق بهم. فأنت تلحظ أن القضية قضية كبر في قلوبهم، والله جل وعلا قال من صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. الذي يعنينا من هذا كله أن هذا هو النوع الثاني، ويجتمع النوع الأول والنوع الثاني في الكبر على الله أو في الكبر على الرسول، أنه كلاهما كفر محض لا يمكن التريث أو التروي في قضية الحكم عليه بالكفر، لأن الأمور إذا كانت جلية واضحة ذات حقائق بينة فليس هناك مدعاة للتروي، وليس هناك مدعاة لقضية أن الإنسان يتورع. التورع في مثل هذه الأحكام غير محمود أبدا. ومما يروى في هذا قبل أن ننتقل للنوع الثالث أن ياسر القاضي الشهير بذكائه عوتب ذات مرة أن فيه شيء من العجلة، لكنه كان يعتمد على أمور يراها هو بغير ما يراها الناس، فلما أكثر عليه اللائمون قال لمن حوله أو قال لأحد من يحضرون مجلسه كم عدد أصابع يدك؟ فقال الرجل مباشرة أنه يجيب خمس. فقال له إياس على ما أجبت عاجلا؟ لماذا المتريث؟ قال سبحان الله لم يجهل أن أصابع يده خمسة. فقال إياس هنا يحتج بهذا الجواب على هذا الرجل، قال فكذلك أنا ثمة أمور واضحة جلية لي لا أحتاج فيها إلى تأمل ما تروي. الذي يعنينا أن الكبر على الله والكبر على الرسل كفر محض لا محالة. بقي الكبر على الناس. الكبر على الناس درجات، قد يصل أحيانا إلى الكفر المحض وقد لا يصل وهو الغالب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر غمط الناس، بطر الحق وغمط الناس، فظلم الناس وازدراءهم ومنعهم حقهم نوع من الكبر، ورد الحق نوع من الكبر. والله جل وعلا يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فلو لم يكن في الكبر من آفة من عواقب وخيمة أعظم من أنه يصرف أو يصرف العبد عن آيات الله والتأمل فيها لكفى بذلك عقوبة وخسرانا، نعوذ بالله من ذلك كله. من طريف ما يروى في هذا المقام، وهو طريف من جهة أن الحجاج قالها، وغير طريف في أنها عبارات قاسية جدا تنم عن جفاء وكبر عياذا بالله. هذا الخبر مفاده أن الحجاج بن يوسف قال قبل أن يدخل الكوفة أو بعد أن دخلها قال ثمة رجال أربعة لو أدركتهم لقتلتهم للكبر الذي في أنفسهم. وقالوا هذا الحجاج، وهذا لهذا قلت أن هذا الموضوع من هذا الجانب طريف. يقول الحجاج قيل له من أيها الأمير؟ قال سمى الأشخاص، ونحن لا علاقة لنا بالتسمية، بقدر أن يهمنا هنا أن نذكر الحدث الذي من أجله بنى الحجاج على أنهم متكبرون. قال إن أحدهم صعد المنبر فخطب خطبة بليغة، فقال له أحد الحاضرين كفر الله من أمثالك، أي عجبا وفرحا وإعجابا بخطبته هذا الرجل. ماذا قال هذا المتكبر عياذا بالله؟ قال لمن قال له كفر الله من أمثالك؟ قال عياذا بالله وناقض الكفر ليس بكافر. قال لقد كلفت ربك شططا، كأنه يقول محال على الله، صعب على الله أن يخلق مثلي، وهذا والعياذ بالله كفر، كفر واضح، كفر محض. آخر جاءته امرأة وهو واقف على قارعة الطريق، والمرأة أضلت طريقا فجاءت تسأله، قبل أن تسأله هي لا تعرفه
وإن كان وجيها في قوم سيدا في رهطه، قالت له: يا عبد الله، أين طريق كذا وكذا؟ ماذا قال لها؟ قال: ألمثلي يقال يا عبد الله؟ قال: ألمثلي يقال يا عبد الله؟ فهو استكبر أن ينادى بهذا اللفظ، مع أن الناس كلهم عبيد مقهورون لله من حيث الجملة، والمؤمنون عباد له جل وعلا مع كونهم عبيد. والله يقول: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وحتى من يستنكف أن يكون عبدا لله هو عبد لله شاء أم أبى. قال الله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم أعدهم عبدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. آخر من ذكرهم الحجاج عياذا بالله، ضاعت له ناقة، فأقسم بالله من جفائه وكفره وكبره لأن لم يرد الله عليه ضالته أن لا يصلي ولا يصوم، كأن الله محتاج إلى طاعته وعبادته. فتنة من الله له، رد الله جل وعلا له ناقته التي ضلت. ماذا قال هذا الآثم؟ قال: لقد علم ربي أن يميني كانت عزما عياذا بالله، وهذا كفر محض. وقد تعجب وأنت تسمع تتهول مما تسمع الآن، لكن يا أخي إذا علمت أن النفس جبلت على الكبر وجبلت على التواضع، الله يقول: فألهمها فجورها وتقواها. فإذا كان المرء المؤمن ملجم بلجام التقوى، تمنعه التقوى أن يقول ما يريده المهارب. وإن خلى الإنسان من التقوى ولم يبقى القلب يخشى الله ولا يخاف مقامه جل وعلا، أطلق لنفسه العنان في أن يقول ويفعل ما يريد، والموعد الله. فعلى هذا الإنسان كيف يربي نفسه؟ أن يعرف أنه عبد. وقد لا يكون هناك داعي لنقول مثل الرابع، لأنني أخشى في مثل هذه الأمثلة أن تنفي على القلوب قسوة، ولا ينبغي لنا أن نسعى في أن نكون سببا في قسوة قلوبنا وقلوب غيرنا، وكفى بتلك الأمثلة الثلاثة شاهدا. هذا كله أيها المبارك يدور في فلك الكبر. أما الحرص فإن الإنسان ينبغي عليه أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فالإنسان إذا علم يقينا أنه أن ما كتبه الله له سيأتيه على ضعفه، وما لم يكتبه الله له لن يناله بقوته، إذا علم هذا يقينا اطمأنت نفسه وقل الحرص عنده، لأن الحرص أحيانا يكون مدعاة للآثام. ولهذا عد الحرص أصلا من أصول الخطايا، لأن الإنسان إذا كان حريصا على قضاء شهوته قد يزني، وإذا كان حريصا على زيادة ثروته قد يسرق، وإذا كان حريصا على زيادة نفوذه قد يظلم. فهذا معنى قولهم إن الحرص أصل من أصول الخطايا. فقد أحيانا يصل بنا عياذا بالله الحرص إلى أن نجمع شيئا أو نطلب شيئا من غير حلة، فنقع في المهالك. ولهذا قال العلماء إن الحرص أصل من أصول الخطايا. وأبونا آدم كما بينا حرص على أن يأكل من الشجرة، لما قال له إبليس: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فكان ذلك سببا بعد ذلك، بعد أن أكل منها، في أن يفقدها بالكلية إلى حين ويخرج منها، لكنه قطعا سيعود، فهو نبي مكلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. نبقى في الحسد. الحسد بسببه حسد إخوة يوسف أخاهم يوسف، ونالهم ما نالهم، حتى أقد جعلهم الله بين يدي يوسف أذلة، وهم يقولون له: تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. الغاية من هذا الإجمال كله أن نعلم أن الكبر والحرص والحسد أصول الخطايا، أعانني الله إياكم على البعد عنها والنأي منها. هذا ما تيسر إراده وتهيأ العباده، وعان الله على قوله، صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.